مطار المخا يستقبل عشرة المواطنين والطلاب اليمنيين العالقين في السودان. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. استقبل مطار المخا الدولي اليوم أول رحلة مجانية للعالقين اليمنيين في السودان، وذلك ضمن رحلتين تسيران تباعاً إلى المطار بدعم من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح. وبلغ عدد الواصلين في الرحلة الأولى إلى مطار المخا 138 عالقاً بينهم عائلات، حيث ظل الجميع عالقين لأشهر في السودان، وذلك جراء الاشتباكات الدائرة هناك وفقاً لوكالة 2 ديسمبر. وكان في استقبالهم لدى وصولهم المطار أمين عام المكتب السياسي عبد الوهاب العامر، ورئيس دائرة الشباب إبراهيم المزلم، ورئيس دائرة المنظمات والشؤون الإنسانية فتحي المعمري، ورئيس فرع المكتب السياسي بمحافظة إب كامل الخوداني، وعضو المكتب السياسي الدكتور عمد عبد الفتاح إسماعيل، ورئيس لجنة التخطيط في محلي المخا الشيخ عبد الله السراجي، وعدد من أعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية،